يا جماعة هذا البيضة انت طلبوني حاجة حاجة. تعالوا شوف بقى جبت لهم ايه. طلبتوا مني ايه؟ سويتس. طلبتوا مني حاجة حلوة صح؟ عشان تتعشوا بيها. بصوا بقى انا جبت لكم حاجات حلوة. جبت لكم ايه؟ حاجات. جبت لكم كل حاجات اللي انتوا بتحبوها كمان. اه طبعا جبت لكم اول حاجة جبتها ايه؟ ماكرون اللي انتوا بتحبوه. اللي انتوا بتحبوه. تاني علبه بقى لازم العلب اللي جايه بقى ايه؟ كبيره يا مامي زي ما احنا. ايوه ايوه دي كبيره. تعالي علبه تاني. كل علبه بقى ايه؟ لازم نفتحها. اتفضلي افتحي. كل واحد فيكم يفتح علبه. يلا بينا. يلا. اه عايزه سكينه. مش سكينه بايدك كده بحرف ايديكي. وريني. ايه مفتوح. وريني. ده ايه بقى؟ شوكليت. ده ديسباسيتو. تمام. وده رز بلبن. ديسباسيتو. ديسباسيتو عارفه الديسباسيتو بايه؟ بالفلوتس اللي انت بتحبيها. الشوكولاته اللي هي الصبع اللي انت بتحبيها دي. يعني بصي ووو تحسي دايبه كده. ايوه كده. اوكي يلا. سيبي سيبي الكرتونه سيبيها مفتوح. أوه. لا مفيش حاجه تكمل. يلا يزن انت دورك تفتح العلبه دي. انا ما اعرفش كل علبه جواها ايه والله العظيم. يعني انا جايبه حاجات عارفاها بس مش عارفه كل علبه جواها ايه. يلا يزن يفتح العلبه الثانيه بالراحه يا يزن. واو واو. بصوا بقى جبت لكم ايه. بص بقى جبت لكم دي ديسباسيتو صغنونه. تمام. اه ودي هنا بقى ايه؟ بصي بقى اللي هي دي. بصي ده بقى الستيك شبه الايس كريم كده. بصي ايه ده؟ هو ده ايس كريم؟ لا كيكه كده بس شبه الايس كريم. بصي متغطسه بقى في الشوكولاته وفي النوتيلا. وهنا دي ريد فيلفت. ودي كنت طالبه واحده من دي كمان عشان تبقوا شبه بعض. ما لقيتش شبه دي فجبت لكم واحده جار. يعني واحده في البرطمان. يعني انا هاخد في البرطمان اللي انتوا عايزينه. المهم في الاخر اصلا كله بيبقى ايه؟ نفس الطعم. نفس الطعم. تمام. يلا يا غزة تيجي. يلا دور 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 غزولة العسول. هاتي واحدة كبيرة زي يزن. طيب خدي كبيرة تاني. دي اكبر واحدة. اوبا بس تقيلة. يلا بينا يلا بينا. ها يلا حطي. انا انت شوفي الاول. افتح. ما انا اكيد شفتي. بصي بقى افتحي بالراحه افتحي بالراحه. ايوه كده. بصي بقى هنا بقى ايه؟ ده تارت. وجبت لكم دي اللي هي تشوكليت بولز. ما انا جايبه. بصي 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 انا جايبه لنا اثنين. ما انا هقول لك على حاجه هقول لك على حاجه. هو انا جايبه احنا ناكل مع بعض. يعني انتوا اكيد مش كل ميولنا واحده. انتوا ساعات انتوا بتختاروا حاجه وانا بختار ايه؟ حاجه ثانيه. صح ولا مش صح؟ بصوا بقى جايبه لكم ايه هنا؟ دي براونيز. دي براونيز باللوتس. ودي براونيز بالشوكولاته. هنا ده ملفي كنت جايبه لكم بالسكر وبالشوكولاته بس ما لقيتش يعني عنده. هنا برضو جبت ده. ده تارت اللي هو الفلوتس اللي انت بتحبيها. وده اللوتس تارت اللوتس اللي يزن بيحبها. وهنا جبت اتنين شوكليت بولز. ده محشي بايه؟ مش محشي حاجه بس هو بيبقى. بصي بيبقى كيك كده وموجوات شوكليت كتير وجوه شكل دي ناتس كده مكسرات. اوكي. وجبت لكم كمان. يبقى هنا معانا ايه بقى؟ يبقى كده التورت والملفي وال حاجات كتيره. اوكي. وهنا جبت لكم الرز بلبن عشان انتوا بتحبوا تفطروا بيه الصبح كمان. وجبت لكم اللوتس. وجبت لكم الحاجات دي. ولسه في مفاجاه جوه في المطبخ برضو هجيبها لك. اه يلا يزن عليك الدور. يزن افتح بيه. يزن بالراحه عشان انت ايه؟ دي تقيله شويه. بالراحه. لا دي خفيفه خالص مش عارف. اه ده فاضي. انا عرفت. وريني يا زون البيتي فور اللي انتوا بتحبوه. ده بيتي فور بقى اللي انتوا ايه؟ بتحبوه. انا بحب ده. خلي بالك الكيسه عشان ما يكونش فيها حاجه تنزل على السرير. هاتي الكيسه. اه هاتيها. يلا بينا كده. اكتر واحد بحبه. هاتي هاتي يا زن البيتي فور هنا. قربي هنا. يا جماعه ده بيتي فور اكتر حاجه بحبها في البيتي فور. اصحابنا بس الصراحه. هي بصوا يا جماعه انا جايبه اللي هم الحاجات دي. شو ما بيحبوا الفورماسيل والحاجات اللي بتطلع. لا انا بحب دي اكتر. ايوه ما انتوا حاجات بس انتوا بتحبوا ده النوع ده. مش بيحبوا السابلي. يعني مش بيحبوا اللي بيبقى شوكولاته محشيه شوكولاته وكده بس. لا بيحبوا اللي ايه جواه حاجه ثانيه. في حاجه ثانيه بقى جوه في المطبخ هنروح نجيبها. اوكي بصوا بقى تعالوا نشوف بس ده ايه في اطعم ايه. افتحي كده. اه يلا جايزه فتح عشان ده. طب يلا افتحي. في حاجه ثانيه لا هنا لا بس في جوه حاجه انتوا بتحبوها برده جبتها لكم. جبت لكم منها كتير عشان انتوا دلوقتي يا جماعه بيعملوا ايه مثلا دلوقتي حاجه بيحبوها فبيجيبوا كل الاطفال في البيت ويوزعوا عليهم فعشان كده جبت لكم منها كتير. ايه بقى؟ هتعرفي هي تفتحي. ايس كريم؟ لا حاجه احنا بنحبها بس انت مش عارفه هتعملها لنا مفاجاه. فانا مش عارفه تفتحها ازاي العلبه دي. ممكن اكتر حاجه كمان.
عشان ماسكه التليفون. هذه الامتحان. ثواني لا افتح انا. افتح السنين خلي بالكم. لا ثواني كده. عرفت. اهي اهي بصي بصي اهي. اهي. هي المفروض تطلعي دي كده طلعي كده كده. اهي 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 اهي. بس طلعي بقى زقي كده من جوه الورقه بس خباك بس عشان ما يقعش. زقي الورقه اللي جوه. وريني يا غزه. طب اوعي طيب اوعي طيب انت وقفيها طيب وقفيها كويس اهو خدي بالك يلا اول حاجه في يلو اكيد بتعمل ده بالله بص افتحيها بس كده افتحيها طلعيها كده طلعيها مش هتقع ماشي اسنديها بصوا يا جماعه تعالوا نشوف مع بعض بس كده بس كده بس يا يزن عشان كده هتقع يلا بصوا يا جماعه يبقى هنا في ليمون وده معرفش ده ايه ده بالبرتقان ده بالقهوه ده بالبلو بيري ده بالفراوله ده مش عارفه تقريبا بيبقى بالزبادي لا بالاسم ايه ده اسمه ايه ده ده شوكولاته مسح قهوه قهوه ايوه قهوه, قهوة. وده فانيليا وده ايه ده ده ستروبيري وده بيستاشيو فستق بس معرفش الازرق دي بايه بتبقى اعتقد بتكون اللي هو بصراحه مش عارفه يا مامي بجد يا ربنا يخليكي لينا لا لسه لسه هجيب لكم حاجه من جوه بس من المطبخ إيه هجيب لكم بس حاجه من جوه المطبخ بسرعه 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 كده ماما بس 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 يا جماعه جبت لهم قد ايه تعالوا بس هفجم عشان دلوقتي بيلموا الاطفال كلهم يجوا يقعدوا هنا عندي يقعدوا بقى يشربوا جبت لهم بقى ايه كتير من الحاجات اللي هم بيحبوها بصوا يا جماعه كان هيولع فيا من كام كان يولع في البيت كله بس الحمد لله لحقتها يعني تعالوا بقى كده يلا طلبتوا مني ايه طلبتوا مني ايه غمضوا عينيكوا بس جبت لكم ايه؟ جبت لا جبت لك بالتفاحه والله اهو 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 جبت لكم بصوا كل الحاجات اللي انتوا بتحبوها جبت لكم ويخليكوا ليا يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا وافضل كده دايما يا رب اجيب لكم كل الحاجات اللي نفسكم فيها وتفضلوا دايما كده مبسوطين وفرحانين ودايما كده في احسن حال يا رب مبسوطين جدا فرحانين لينا. فرحانين جدا لا كده ايه في حاجه تانية ايه غير كده دلوقتي بقى احنا نجيبوا العصير ونجيبوا الشاي ونقعد بقى ناكله طبعا لا لسه هعمل والله لسه هعمل والله بس اهو انت عارف ده لا انا عايزه امسك حاجه امسكي الماكرونز طب خدي يلا امسكي ده وانت يا زن امسكي الماكرونز بقى يلا بينا يلا بينا يلا 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 والعصير معانا في الصوره بس كده يا جماعه يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا ايه انا اهم حاجه في الدنيا يا جماعه ان غزل ويزن يكونوا مبسوطين وفرحانين ويخليكوا ليا ويحميكوا يا رب ويخليكوا ودايما كده يا رب اقدر اجيب لكم اللي انتوا نفسكوا فيه وما احرمكوش من اي حاجه ابدا 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 استني عارفه نجيب كوباية كبيرة بصير انا نجيب كوباية كبيرة واسعة وتعملي شاي لا او شوكليت حاجة مسكرة يعني وقلقت زي دي ممكن تكون دي او ممكن تكون زيها لا اللي بتحط فيها المية السخنة لا يا بنتي تانية بتبقى اللي هي الكاكاو بومب اللي هو بيبقى شوكولاتة وجواها كاكاو ومارشميلو وتحطي عليه اللبن مغلي وتروح مفرقعة بقى وعاملة كاكاو لا هبقى احاول اجيبها لكم والله المهم مبسوطين وفرحانين لا بس في محلات بتبيعها بره اكيد اه والله العظيم المهم تكونوا فرحانين ومبسوطين مبسوطين فرحانين جدا ومبسوطين جدا يلا نقول باي قبل ما نمشي الفيديو ماشي خلاص الفيديو خلص يا حبيبي مامي دي هو اللي مع الكاميرا هو اللي مش عارف هو قبل ما نقفل الفيديو عايزين نعمل لايك وشير وكومنت فنشترك مع اي حد سندريلا خلاص انا مليون مشترك والامير يزن ما نسيتوا الامير يزن لا يعني اشترك معانا ما قناتنا قناتي هي قناتكم انتوا الاثنين ايوه صح يلا بينا نقول باي.